الرؤى، مساء الخير مشعل وجميع مشاهدين برنامج مع اكسبو. عودناكم انه في يوم الاربعاء نكون موجودين في منصه التصميم الاماراتي، لانه دائما محضرين لنا تصاميم جديده وديزاينرز عندهم افكار اكثر من رائعه. اليوم في عندي ضيفه نسرين شاهين من استديوهات للتصميم. بدي رح فيك على تلفزيون دبي. مرحبا روان، كيفك؟ تمام، وصرت احسن لما شفت التصاميم الحلوه والالوان الحلوه. حابه طبعا بدايه اسالك عن هاتش، يعني احكي لنا عنه اكثر. هاتش تأسس ب 2013، أسسته كنت يعني بعد ما اشتغلت 10 سنين بمجال التصميم بشركات أخرى، قررت إنه أنا أسس الاستوديو الخاص لإلي. كان أهم شيء عندي التركيز على التصميم، لأنه يعني باقتناعي إنه التصميم هو جوهر كل شيء، the essence of communication. أكيد. طيب اليوم عم نشوف كتاب هذا معمول أعتقد خصيصا للمنصة، فهيك افتحيه قدامنا واحكي لنا عنه. هيدا الكتاب معمول خصيصا للمنصة. الكتاب بيحكي عن سبع حرف، حكاية السبع حرف الأساسية الشوكيست هون بمنصة، وكيف هالحرف اتطورت من خلال انه اكتسبت من ثقافات أخرى. ممكن تشوفه هو مفتوح لأنه يعني هيك مفرجي شوي للمشاهدين. طبعا عملنا نسخة بالعربي ونسخة بالإنجليزي. جميل جدا. طيب كمان خليني أسألك عن بعض الشغلات اللي شفتها على التيبل، يعني ممكن كمان نشوف هدول على سبيل المثال تحكي لنا عنهم. حبيت البطاقات. نحن كل سنة، يعني هيدا الكتاب أصلا مستوحى من كتاب عملناه صممناه لرمضان. نحن كل سنة بالستوديو بنصمم giveaway للكلاينتس تبعونا لرمضان. فهيدي كانت أول giveaway، the little acts of kindness، وهي عبارة عن 30 بطاقة. يعني أول ما تفتحيها كل يوم أنت برمضان بدك تحاولي تسوي أو to give a word of kindness أو an act of kindness. أيوة حلو الكلام. رؤى مشعل دوركم. يلا هلا خلونا نسحب لرؤى ولمشعل. أول شيء نسحب واحدة لرؤى. So لرؤى، you have to give your mama a big hug. قديه حلوة البطاقة. رؤى بتخلص من الحلقة وبتعطي أمها حضن كبير. طيب ومشعل؟ ومشعل، you have to surprise someone with a gift. Amazing. يلا معلش مشعل، بدنا تفرد لنا جيبتك شوي وتشتري هدية لحدا. طيب في عنا حتى المصور، اليوم معنا مصور اسماعيل، حابب انه تسحبي له بطاقة. اوكي يلا اسماعيل، بدك تو لحظة make someone laugh. ايوه هو اوريدي خلانا نضحك من اول التصوير. طيب شكرا كثير نسرين. خليني بس بالاخر يعني اسالك سؤال اساسي بحب اساله دائما للمصممين، شو النظره المستقبليه او المشاريع اللي ممكن تشتغلوا عليها باستديوهات؟ نحن ان شاء الله هلا عم نركز كثير على التصميم الرقمي، مثل ما بتعرفي انه هيدا هلا الترند الجديد، انه لازم نركز على التصميم الرقمي، كل شيء ديجيتال، ويب سايت، سوشيال ميديا. فهلا عم نتجه اكيد البرنت، يعني كل شيء طباعه لها معزه خاصه بقلبي، لانه دائما الشيء الملموس اهم، التصميم الملموس اهم، بس طبعا مع الترند الجديد لازم نركز كمان على ذا نيو ترندز. شكرا كثير نسرين، حابه ارجع لكم للاستديو وشوف اذا كنتوا رح تطبقوا البطاقات اللي عملنا لكم اياها انا ونسرين.